كل لبستي لبسه ديال الامارات هذه جايه انا ديال هذا الجديد هذا الجديد بخرج بها والله العظيم انت ما غتتبع لا ما عنديش ما عنديش الصنداله اختي شي صنداله معها زوينه واش غنلبسها ونلبس معها السبرديله ما جاتش واحد اللي عطيتك شي صنداله وردناش هاد المجازات فيهم صنداله والله راه شي صنداله زوينه ان شاء الله احنا فرحانين المشاهدين بهذا المجمع هذا وفي هذا البلد السعيد واللي خطينا على بعضياتنا واللي خطيتكم على بعضياتكم وما كاينش في هذه بحال هذه لمه العائله والحباب والخوت والله العظيم راه الخوت شي يعني شي حاجه اللي هي عظيمه يعني تيكونوا سند في كل شيء. دابا انت ساكن فين من هنا؟ اجي طل زيد فيهم. ساكن فيهم بورس خليفه مع الوالده. اللهم عليك الحمد يا سيدي ربي الحمد لله. الحمد لله يا ربي ما كناش ناويينها وما كناش بحال من بيع. يا ربي كبير.